النهارده او يعني في الفجر هذا اليوم بدأ حجاج بيت الحرام ان هم يتحركوا من مشعر منى ووصولا الى جبل عرفات. وقفه عرفات ده يوم مختلف بشكل كبير جدا عندنا. يمكن لو حضراتكم كنتوا تابعتونا امبارح كنا بنتكلم على فضل هذا اليوم، وكنا دايما او قلنا من خلال الحديث، ودي حاجه عجبتني جدا، ان العشره الاواخر من رمضان من الايام المهمه عندنا جدا، ودايما بنحرص ان احنا نحاول ان احنا نقوم كل ليالي الوتريه اللي فيها علشان نقدر ربنا يعني يكرمنا بليله القدر. لكن احنا عارفين، وليله القدر احنا مش عارفين هي امتى، لكن النهارده احنا عارفين ان اليوم ده لكم او كلنا يا رب ان شاء الله ربنا ما يرد لنا اي دعوات، لنا دعواتنا المستجابه، فاحنا عارفين ان النهارده ده اللي بيحصل. النهارده كل طبعا احنا خلاص اليوم بدا يعني، فمن نوى الصيام خلاص بدا اليوم، فان شاء الله يعني ربنا يكرم لو اي حد صايم. خلينا ندعو لبعض كلنا زي ما بيقولوا كده بظهر الغيب، يعني مش لازم بالاسامي، خلينا نقول ادعي لكل من راته عينك، ادعي لكل من تكلم معاك بلسانه، ادعي لكل الناس، ادعي لنفسك، ادعي لاهلك، ادعي لبلدك، ادعي للعالم كله ان ربنا يرفع عنا الوباء وال البلاء، وان ربنا يفتح علينا وان ربنا يرضى عنا، وان شاء الله كمان ربنا يكتبها لكل مشتاق ان شاء الله ان السنه الجايه يكون على جبل عرفات. كل سنه وحضراتكم طيبين في هذا اليوم الكريم.